حاجه حصلت في لحظات. انا ابويا وامي واخدين سم الكلاب اللي جوه دول مهددني، انا دلوقتي مش بقى على اي حاجه. مالك بيفكر زي العفاريت؟ واضح ان المشاكل هتحصل. ولا احنا جينا الدنيا ليه؟ احنا بنتعامل مع نوع مختلف تماما من الجريمه. كل ما هتقرب ملاك الموت هيبقى اقرب منه. اللعبه هتبتدي. اتمنى لكم لعبه سعيده. شديد الخطوره فقط وحصريا متوفر الان على واتشيت. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشيت ما تخليش حاجه تفوتك.